أهلا بيكم في الورشة الفنية. هنتكلم عن ما يعطل تشغيل محرك كيا سوبرتاج وما يؤثر على دوارة المحرك من ريليهات وفيوزات وبعض أجزاء الكهرباء. ومن خلال شرح بسيط للوايرنج الخاص بتشغيل المحرك، فإذا كنت مبتدئ خد فكرة معنا. الشرح بسيط وهنركز على الريليهات والفيوزات اللي تقدر من خلالها تكتشف العطل وتقوم بالإصلاح، ذلك بتغيير الجزء التالف بكل سهولة. كتير من الناس بتسأل عن أماكن بعض الريليهات والفيوزات لدوائر الكهرباء، وطبعا كل سنة تصميم أجزاء السيارة بتتغير، وبالتالي بتتغير أماكن وشكل الفيوزات والريليهات. وفي موضوعنا الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين في هذا الموديل داخل العلبة الرئيسية، ومن خلال الوايرنج هنحدد أماكن الريليهات والفيوزات التي تؤثر على تشغيل المحرك، وهنشوف ممكن نعمل ايه. أمامنا الكتاوت الرئيسي بتصل له كهرباء من فيوز 30 أمبير، ومع تشغيل الكونتاكت يعمل الكتاوت ويصل من خلاله كهرباء لعدة خطوط، ومن أهم هذه الخطوط خط A وخط B وخط C، لأن دي خطوط تشغيل كتاوت مضخة البنزين والبوجيهات اللي هي شمعات الاحتراق الداخلي ورشاشات الحقن الإلكتروني مع بعض واحدة واحدة. الخط الأول A بيصل إلى رشاشات الحقن الإلكتروني، وهذا هو مكان الفيوز في العلبة الرئيسية، وقيمة هذا الفيوز 20 أمبير. الخط الثاني B قيمته 15 أمبير، ويخرج منه خط يتجه إلى حساسات الشكمان العلوي والسفلي، وخط يتجه إلى الخط الثالث اللي هو C، ويعتبر هذا الخط هو الخط الأول لكتاوت مضخة البنزين، وهذا هو مكان الفيوز في العلبة الرئيسية وقيمته 10 أمبير. أيضا هذا هو مكان فيوز الخط الأول لكتاوت مضخة البنزين وقيمته 20 أمبير. بنأكد على أماكن الفيوزات من خلال الشرح على علبة الفيوزات. الفيوز ده قيمته 30 أمبير، بيصل إلى الكتاوت الرئيسي داخل العلبة الرئيسية. عندما يعمل الكتاوت الرئيسي بيخرج كهرباء إلى 3 خطوط. ده الفيوز الأول بيخرج إلى رشاشات الحقن الإلكتروني وقيمته 20 أمبير. ده الفيوز الثاني بيصل إلى حساسات الشكمان، وأيضا يصل إلى خط الأول من كتاوت مضخة البنزين وقيمته 15 أمبير. الفيوز الثالث هو الخط الأول لكتاوت البنزين وقيمته 20 أمبير. ودي كل الفيوزات التي تؤثر على تشغيل المحرك، فإذا حدث أي عطل بنبحث في هذه الفيوزات وبنغير التالف بكل سهولة، ثم نشغل المحرك فتعمل رشاشات الحقن الإلكتروني وشمعات الاحتراق الداخلي، ووجود حساسات الشكمان في نفس خط مضخة البنزين ده لقياس احتراق الشحنة طبعا من خلال خروج العادم. فإذا وجد أي خطأ في الشحنة الخارجة من العادم بيرسل حساس الشكمان إشارة إلى الكنترول لمعرفة سبب العطل، وغالبا ما يكون من نفس هذه الفيوزات. بكده نكون ادينا فكرة سريعة عن الأجزاء التي تؤثر على تشغيل المحرك. أرجو أن تكون الفكرة وصلت، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء.